كنوجه رسالة قوية للنيابة. للنيابة مساعدة المرأة وعطي حقوق المرأة وسمعوا منها، وراه هي لم الأسرة وهي تربية الحسنة للأطفال للأجيال اللي جاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا مواطنة مغربية تنقطن في مدينة بني ملال، أم لثلاث أطفال، مراهقة ومراهق وبنت عندها 11 سنة. من خلال المسيرة ديالي مع الأسرة ديالي، كنت كمغربية كنقول غنجمع الشمال الأسرة ديالي، كأي أم تكون عندها مشاكل كتحاول تحافظ على الأسرة ديالها، ولكن كانت للأسف كانت الظروف قوى مني أنني نسيطر على المسار الأسري باش نحافظ عليه. تنتفاجأ أن الأب ديال أولادي كيكون عنده نفوذ في المحكمة، كتبدأ من ابتداء من الرحيل ديالي بواحد الدار حلمت بها، بيوت النعاس ديال ولادي وقاديتها أتتها درت مكان استقرار آمين. تنتفاجأ أن الأمان ما كانش حدايا بحكم واحد السيد اللي هو شخص كاين في النيابة كجسد النيابة العامة وكيمثل النيابة وكيمثل الحماية للمواطنين، كيكون بالقرب ديالي هو اللي غيكون فاجعة بالنسبة لحياتي ما بتفاصيلها ابتداء من 2014 إلى يومنا هذا، لدرجة أن وصلت الأمور بتواطؤ أنه ندخل الحبس، أنهم يخويوني بني ملال، أنه كاين ضغط تعسفات من الضابطة، هو في حالة غير آهلة أنه يعطي التعليمات ديالو، كيجيو عندي كيبرزطوني الضابطة، كندير حفلات لولادي ما كنسعدش بيهم. ومن هنا بدأت المسيرة ديال المعاناة مع هذا الشخص، ومن هنا بدات التعسفات واللي ولات عندهم كتلدد بالنسبه للتعاسه ديالي، يعني اي ملف عندهم بحال شي جوهره جات عندهم، يعني لدرجه انهم خلوني انا وهذاك الاب ديال ولادي اللي انا في صراع، وليت انا ماشي في صراع معاه، وليت انا مع اشخاص كثار، وليت انا الناس باغا تنتقم، الناس باغي تحطمني، الناس باغي تهضم حقوقي وحقوق ولادي. ونبداو من اول حاجه غنتفاجئ ان هذا السيد كيجي عنده الزوج ديالي اللي كان انه الزوج ديالي، وتيجي عنده الدار ديالو وكيجيبوا النساء لتماك. ثاني حاجه كنتفاجئ ان انا خارجه بالسياره ديالي كنقضي اغراض ديالي الخاصه ديال ولادي ديال البيت ديالي، ولادي في امان كيلعبوا حدا البيت ديالهم. كنتفاجئ كيصيفط لي الضابطه كيعتقلوا ولادي، البنت عندها 13 عام والولد عنده 11 عام، وغيدي ولاد الحي كله وغادي يديهم ويديروا معهم محاضر، وغادي يدخلوا في اخر المطاف وغينقضوا الموقف، وغادي يجي وغيجيب ولادي وغيجيب ابناء الحي وغادي يعتذر منهم. ولكن كان مكر من خلال هذه النقطة، لأنني أنا ما استصغتهاش، لأن كانت بنتي ودخلت في الفرغونيت وأنا ما تقبلتهاش بحكم ما ربيهم تربية حسنة، وكان حافظ على الصورة ديالهم بالنسبة للأمن أنهم ما يوصلوش لمديرية الأمن، أنهم ما يضربوش، أنهم يكونوا مربيين، أنهم الحمد لله ما عمر ما كانت شي تبرية بالنسبة لولادي، ما عمرو كانوا معهم مشاكل مع البوليس، ما عمرهم شي واحد جا دق الباب كيشكي من ولادي، لأننا هكا تربيت وهكا بغيت نربي ولادي. ولكن هذا السيد بحكم أنه نائب وكيل الملك غادي نتفاجئ أنه غادي يكون هو السبب في الطلاق ديالي من خلال هذا الموقف اللي وقع على حساب ولادي. دخلت أنا والزوج ديالي اللي هو الطليق ديالي حاليا في صراع على حسابه، أنا كنا كل عصا ما كنعرفش مني كتجي وهي جاية من عند هذا النائب، كيحرش عليا ولادي رجلي، كيجي كيضربني، كيخرجني، كيقولي غنطلقك، غنخرجك من الدار، كيخرجني مع الفجر، تعسفات، معاناة، واخا تمشي المحكمة ما غدير والو، وكان خوف كبير وإرهاب أنني غنمشي المحكمة وما غناخد حتى حق ديالي. وفعلا هاد الشي اللي وقع، وهذا الشيء اللي ماشي وقع، هذا الشيء اللي بغاو هما يوصلوني ليه، وهذا الشيء اللي هدفوا ليه،
وهذا الشيء اللي تيتمناو، ولكن الحمد لله القضاء، تنآمن في القضاء وتنآمن في النيابة وتنآمن أن كاينين ناس نزهاء، وتنآمن أن إن شاء الله ربي غادي ينصرني عليهم بالحق. نبداو نكمل نرجع للنقطة ديال أنني كيجي كيدير المشكل بيني وبين الزوج ديالي. من هنا بدات وصلت المحكمة، ومني وصلت المحكمة حالة أخرى، مواضيع أخرى، ملفات أخرى، قضاء أخر، نيابة أخرى، ملف ديالي أخر بوحدو معزول عن المجتمع. تتخلق لي قانون خاص بي أنا، تتمشي المساطر خاصة بي أنا، تتمشي تنفيذات خاصة بي أنا، تتمشي فصول كتخلق لي أنا. ومن ضمنها والنقطة الأساسية اللي دمرتني ودمرت وليداتي أنه غادي يمشي الزوج ديالي يدير طلاق، وغنتفاجئ أنني أنا دايزة عند قاضية وهو غادي يمشي وغادي يبدلوا لي قاضية أخرى. وكانت معاناة أنني نجي نرجع الملف القضية الأصلية، ومن هنا بدأت معاناة أخرى اللي من خلالها ولات خطيت أنهم غادي تعتقل أنني أنا وليت مصدر إزعاج، أنني وليت أنا ربما حمقى، ربما أنا أنغمال، ربما وليت يتقال علي النيابة فاش كيتواصلوا مع النيابة كيبروا أنني أنا مريضة. أنا ما مريضاش، ما عندي الحمد لله حتى حاجة لا نفسية ولا، وأنا الحمد لله مستقرة نفسيا وجسديا ومع الله سبحانه وتعالى. ما كان أدي حد، ما عندي طبيب، ما عندي جلسات، ما عندي أدوية كنشربها ولله الحمد، ما كان ضر حتى حد. واخا عندك قلتي تعتقلتي شي شهر ديال الحبس، شنو السبب؟ بسببها قبل ما نكمل الملف ديال الطلاق، الملف الطلاق غادي يجي موراه الاعتقال. السبب ان هذه القضيه تفهمت معاه وهضروا وشفتهم انا في البيرو وتجمعوا وقرروا انهم يحيدوا الملف ويحولوه لعندها، لا لسبب ما غير قتلها، خاصها تبدلو غادي يتم طلاق، غادي يحكموا ليا، غادي يكون تعسف، غيكون تواطؤ ان هاد السيده خصنا نخليوها في المحكمه بوندون من 2017 ليومنا هذا هاد السنه الا تم طلاق. يعني الطلاق الاول في 2017 وتيتلغى، الطلاق الثاني في 2018 وتيتلغى، الطلاق الثالث في 2018، ثلاثه طلاقات في 2018 لدرجه انه وصلت بحال انا كل عام خصني نكون ثلاثه المرات طلاق في السنه في المحكمه. هذا الشيء ضر بالحاله الصحيه ديالي والنفسيه ديالي والاستدعاءات والضغط الضغوطات من خلال الضابطه الداري ومن خلال الاعوان، وكان ضغط كثير اللي خلق واحد البيئه غير مناسبه ليا انا في هذا السكن. هادشي كامل هذا كيفاش حال النفسيه ديالي حاليا؟ انا النفسيه ديالي حاليا ربما تقدر تقول 90% فقدت الثقه في القضاء، فقدت الثقه انني كمواطنه مغربيه وليت كنشك واش انا مواطنه مغربيه بكل صراحه. لان باش غادي انت ما درتي والو وعندك جلسه ديال الطلاق وعندك محامي وغادي يجيب لك الطليق ديالك بتواطؤ مع دوك الناس، يجيب لك محاميه دخيله وخصيصا باش تستفزك باش تعايرك باش يدخلوك للحبس، راه ماشي ساهل. قاضي محاميه جات كتعاير فيا الجلسه الاولى، ما كانش عندي محامي، سكت مشيت عند محامي تنجري قلت له راه فوالا راه المحاميه ديال هذه اش قالت واش قالت، قال لي ما ديري حتى حاجه حتى ندخل في الخط. السيمانه الاخرى غدير لا ميم شوز، غدير نفس الشيء، انت الفعله وانت التركه، هي الهدف ديالها في واحد الاطار ثلاثه الحوايج. شنو هما؟ كان الهدف ان انا ما ناخذش حقوقي من الطليق ديالي لانه من الاغنياء في بني ملال، من الاغنياء وسطر عليها بروشي واحد جوج المليار ونص، ربما يضربوا غير في 3 شهور، يعني القناطر ديال لي بروجي والبروجي في العام يقدر يدخل 3 المريال اللي كيدخل في العام، يعني حشومه كأم لثلاثه اطفال مربين في واحد البيئه تيخسروا 3 المليون ولا 4، غنتفاجئ انا بنفقه 1000 درهم وموظف عنده 5000 درهم كيخرجوا لي نفقه الواحد 2000. يعني هنا كنقول بين قوسين فينا هي العداله هنا؟ باش انا يتهضموا الحقوق ديال ولادي
وباش انا نتحرم من الخبره اشنو اضطروا يشدوني في الحبس من خلال اش المحاميه ديال الطليق ديالي كتعايرني وكتقولي اشطبه الفعله التركه. مني جيت انا بغيت ندافع على راسي وقلت لها حبسي رايك فيا لا يدل علي، انا كنطلب غير حقوقي. خدمت مع هذا السيد، استمرنا في بيت الزوجيه. عرفتي شنو هو بيت الزوجيه؟ ما لقيت عنده حتى حاجه، لقيت عنده طوموبيل عنده 20 مليون، 10 عطاها الحباب ومشاو للحج، 10 المليون شرا بها طوموبيل. هذا الشيء اللي لقيت عنده. انا اضطريت انني نخدم، بحكم هو كان حاله سكر الاسبوع كله ناس. انا اضطريت نبني اسره وبنيت وعليت وبنيت الديور وبما فيهم هالدار، هالدار بنيتها انا وفينيتها انا وقفت عليها انا. مني جيت نتفاجئ في الخبره، خرجوا لي خبير غير نزيه، خرج لي بالله عنده السيزي. ورغم انني حطيت 100 تصويره 100 ورقه، رغم انني حطيت كاع لي بيان، رغم انني اضطروا الوسيله الوحيده اللي غتخليهم يخرجوا بهاد 1000 درهم هي انني يشدوني في الحبس اثناء الفتره ديال المداوله ديال الطلاق. علاش هاد الشيء كله؟ باش انا لنيتي سيئه، باش انا ما ناخذش حقوقي، وباش هاد السيد الا خرجت ليه الخدمه، خرجت ليه الخبره، وخرجت ليه كاع هاد لي بيان، يعني اوبليجي يعطيني حقوقي كامله بحكم انا خدامه معاه في الشركه وداير لي فلاس ان اس اس وكنشد نفس الصالير وخرجوا لي 1000 درهم للكرا. وانا بنيت وعليت ودرت العمارات وانا اللي تنوقف على البروجي وانا اللي كنقابل الخدامه وساكنين معايا في الدار. مني خديت هذا السيد كنبني وكنبيعو وهكا كون طروة على ظهري انا جاهزه. في الاخر غنتفاجئ غادي نمشي للاعتقال وغيعتقلوني، والشهاده الوحيده اللي كاينه في الصلح غادي تجي بغات تشهد بما يرضي الله، غيقول ليها واحد النيابه اللي حد الساعه كتعطي تعليمات للضابطه وكيديروا لي تعسفات في داري. لحد الساعه البارح راني عندي الضابطه في الباب وراهم دايتمارسوا عليا الضغط باش يهربوني من داري. سمحتي باش تراي انت وكون تعرف شنو كاين، ندوزو لمرحله ديال ابواب التقصير. هادشي كلشي جا ليس اللي كانك تعرضتي ليه، شنو البيبان اللي طرقتي باش انا كنتسفي؟ البيبان اللي طرقت بما فيهم رئيس المحكمه، الوكيل العام، الوكيل ديال الابتدائيه، ولكن مني انا رئيس النيابه العامه استدعى الضابطه هنا وقال لهم هذا النائب ما يعطيش التعليمات، كنتفاجئ وقفوه على صعيد الولايه الامن. ولكن تنتفاجئ نفس الطرف كيجي كيجلس في الملفات ديالي كنيابه تحدي لي ولرئاسه النيابه العامه، مع العلم ان رئاسه النيابه العامه اعطت تعليمات بحكم انه عطى الناس اطراف وداروا تزوير في محاضر رسميه وبما فيهم ضابط راه مشدود حاليا، وكان الغايه ديالهم يقتلوني ويعتقلوني. وتكركبت من جوج دوزيطاج واحتجزوني وبدلوا محاضر رسميه، تزوير ثلاثه المحاضر الرسميه بدلوا التواريخ ديالهم. واي مسطره ديالي انا كيكون عندهم جوج توجهات، ماشي توجه واحد. الا كان الملف جنحي كيولي جنحي، كاين جنايات كيولي عندي جنحي عادي. الا كان جنحي عادي بالنسبه لي انا ضدي كيولي انا جنايات بالنسبه لي انا الا كان ماشي في صالحي. واخا كل هادشي علاش واش دخلنا الزوج كيف مجالسين ديالك كنت كنتي ما غير بشويه بشويه وبنيتو طلعتو بسرعه وعندكم وليدات وغادي مزيان، شنو اللي خلى انه نقلنا هكا السيده كيف مجالسين ديالك؟ احنا ما كانش عندنا هاد المشاكل اللي قلت لك، السبب الرئيسي هو هاد النيابه اللي ساكن حدانا بقرب ديالنا. ما عمري ما تعرضت للضرب بزاف، ما عمري ما كنت في الديور الاخرى كيجوني بالكم الهائل. تخيل مره يجوني ثلاثه الضباط، ايوا عاد خليها مدام الدراري، ايوا بركه من الحفله، يعني انا دايره لافيت في الكراج ديال ولادي عادي بما يرضي الله، ما دايره لا صداع لا موسيقى لا والو، داكشي نورمال وليدات فرحانين. انا ما فهمتش، واش انا ارهابيه؟ انا ماشي ارهابيه. واش انا تنبيع المخدرات؟ انا ما كنبيعش المخدرات.
انا مواطنه مغربيه طالبه حق، طالبه حق، وملفاتي ليست على حق في النيابه ولا الرئاسه. واخا شنو الرساله الاخيره ديالك المجتمع؟ سي الرساله ديالي انا من 2017 وانا اصر ولا زلت اصر ولا ازلت اصر انني استقبلني الاستاذ عبد النبوي. انا تمنيت غير شي وكيل ولا شي مسؤول في رئاسة النيابة العامة ولا في النيابة ولا في المجلس الأعلى يجلس معايا أطابل ونوريه لي دوسي اللي عندي وحشومة على لي دوسي اللي عندي. حنا واصلين لهذا المرحلة وحنا في 2023 وواصلين هذا المستوى ديال القضاء الدنيء اللي تحت الصفر في بني ملال. واخا كل هادشي هذا واش تحسي براسك انك تحقرتي؟ انا ماشي تحقرت، انا تنفيت، انا تنفيت، انا تنفيت انا والاسره ديالي. مني غادي يجي رئيس قسم قضاء الاسره، يعني قاضي تيمثل رئيس قسم قضاء الاسره، وانا غنتعتقل وهو عرفني المحاميه هي اللي عايرتني. فينا هي النيابه تستمع لهم؟ فينا هي النيابه ترجع الكاميرات وتشوف هاد المراه مظلومه وما عايراتش؟ وفين هي الشكايه ديال المحامي ديالي اللي كيقول بان هي اللي عايرتها؟ المحاميه هي اللي عايرتني، والمحاميه هي اللي بدات، والمحاميه هي اللي ما عندهاش الحق تهضر مع اللي المدعى عليه، الطرف الثاني ديال المدعى عليه. القاضي قال رفعت الجلسه، يعني رفعت الجلسه، كان تفاجئ بوابل من 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 اهانات والشتم. انت هي الفعله يا التركه، زجوا بيا السجن، وماشي اي سجن، يعني نائب وكيل مالك كان سمع انا مريضه في لوبيطال وداوني في حاله مرض خايف، يعني حاله موت، وكيتقرصوا فيا وتحيد لي الفولار كمواطنه مسلمه مغربيه، ومشاو بيا من ولايه الامن لحين لوبيطال وانا بلا فولار، وانا بلا فولار، وكيجيو عندي للحبس وكيهددوني. والشهاده ديالي الوحيده اللي كانت عندي في الصلح غادي يتم المتابعه ديالها، وغادي يمشيو للدار وغيمارسوا عليها ضغوطات باش تخويبني من لال، وغادي نتفاجئ بهذه المحاميه اللي زجات بيا في السجن انها غادي تقول لبنتي في الجلسه اللي عندي انا الاوليه، غتقول لبنتي بالله بين ودنيها وتقول لها عافاك غير تندوزوا الملف يدخل المداوله وغادي نطلق ماماك. اذا الملف كان عنده هدف وعنده توجهات انني نتحرم من الحقوق ديالي، هي اللي وصلتني لهاد المرحله لانني نفوني من الحقوق كامل. وتنتمنى من النيابه من النيابه من النيابه تعطيني حق في الادلاء بوثائق وصور وشير وسر بالذكر الاستاذ عبد النبوي، لان معروف بالنزاهه ديالو والطيبوبه ديالو والاحتواء النساء بحكم هاد المادة الحساسة والأمانة اللي حط بينهم بين يديهم صاحب الجلالة نصره الله وأيده. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.